ثمانية أمور مجمع عليها علميا بالعلم والبرهان بأنها ترفع جهاز مناعتك. الله يمسيكم بالخير. ولأن الإنسان يحتاج إلى مناعته في هذه الأزمنة، احتياج الظمآن الذهيب إلى الماء. كيف نقوي مناعتنا؟ ببساطة. 1. وقف التدخين. 2. اجعل أكلك صحي. يعني ببساطة يجب على وجباتك قبلها أن تحتوي على ورقيات خضراء وفواكه. ليش؟ لأن هذه تحتوي على الألياف ومسمى الفايبرز، وهي قوت البكتيريا النافعة التي هي ركيزة قوية من مناعة. ولأنها أيضا تحتوي على فيتامين خاصة السي والإي، زيت الزيتون إي والسي وفيتامين دال، هذه كلها مضادات أكسدة، وتحتوي أيضا على المضادات الأكسدة الثانية ومضادات الالتهابات. وش نستفيد يا سعود من مضاد الأكسدة ومضاد الالتهابات؟ مضاد أكسدة يعني تدمير، يعني يمنع جسمك من التدمر من الأشياء، من السموم، من الدنيا هذه. وبالنسبة للالتهاب، الضغط والسكر والزهايمر والتهاب الدهون، كلها التهابات. الالتهاب والأكسدة هو أصل الأمراض. والفواكه والخضروات تحتوي على ما يضد هذا الأصل. طيب، النصيحة الثالثة، لا يجي يوم أو يومين بالكثير لأنت ماشي 30 دقيقة. أنت تعرف أن المشي 30 دقيقة الحالة يرفع كريات الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء الجيش الأول حق مناعتك يا أخي. والنصيحة الرابعة، السكر الأبيض، السم الأبيض هذا، أنت تعرف أنك إذا أكلت وجبة سكرية أن جهاز مناعتك ينخفض، يهبط بنسبة 50%. والنصيحة الخامسة، ابتعد تماما عن الضغوطات النفسية وحاول تسيطر عليها، لأن الضغوط النفسية والقلق والهم والخوف والأشياء تجعل كورتيزول يفرز من الكظاهرية، وهذا مثبط للمناعة يا أخي. ورقم 6، اشرب الماء بكميات وافرة، لأن الماء هو الوسط الحيوي لكل شيء، للمناعة وغيرها. ورقم 7، يجب أن تنام في الليل من 6 إلى 8 ساعات. ليش؟ عشان أوصل للنوم العميق في الليل. طبعا النوم العميق إيش فائدته؟ يعمل ترميم لجميع جسمك، وعلى رأس الأمور جهاز مناعتك. أنت جرب تنام وفيك جرح صغير، إذا نمت صح تصحى شبه مختفي. هذا ترميم في جسمك يصير بشرط أنك تنام نوم عميق. أما أخيرا، فعليك بالصيام، إما صيام الإسلام أو صيام جاف اللي ودك، لأنه باختصار الصيام عدو الأمراض وصديق الصحة. والله الله يوفقنا وياكم. سلام.